حصلت السلطنة ممثلة في جمعية التصوير الضوئي على الجائزة الشرفية في البينال 28 للصور الرقمية المقام بإندونيسيا، والذي ينظمه الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي في محور الطفولة. ارتفع متوسط الولادات في مستشفى صحار خلال الفترة من يناير الفائت وحتى الفترة الحالية ليصل إلى 35 ولادة يومياً، بعدما كانت بمعدل 27 ولادة في العام الفائت. بلدية مسقط تتلف 3071 كرتونا من العنب غير الصالح للاستهلاك الأدمي، بعد قيام إحدى الشركات بتعبئة صناديق العنب بكميات غير صالحة والاحتيال في إيهام المشتري بأن الكمية كبيرة. وزارة التعليم العالي تؤكد أن تدشين الربط الإلكتروني بين مؤسسات التعليم العالي الخاصة والبعثات الداخلية سيمكن طالب البعثة الداخلية من تخليص معاملته بكل سهولة ويسر. تسبب حريق نشب في حظيرة طائرات في توقيف حركة الطيران في مطار دبلن الدولي بإيرلندا اليوم.